طيب رجعنا تاني إن شاء الله بنتكلم في هذه زي ما حكينا في الديجيتال ايكونومي the power of exponential growth. في عندنا 6 D's of diamondes and quarter. إيش هم؟ digitalization double price performance every X month. يعني بصير إيش double price أو الـ performance every 6 months، يعني بصير عندي زيادة للسعر أو الخدمة كل كم شهر، يعني بتزيد. هذه من الشغلات اللي بتطلعها deceptive، إنها زي ما بقول بتغري. أو in this phase technology can be seen as a hype، يعني الموضة، الناس بتحب تمشي مع الموضة كتير، فعشان هيك بنقول عنها disruptive. Disruption, the technology plays a role in disrupting established industry. يعني مثل الانترنت لما اجت خربطت على كل الدنيا. السوشيال ميديا لما اجت، زمان كان الاعلانات في الراديو في التلفزيونات، السوشيال ميديا الغت هذه بشكل كامل. ما حدش بيعلن في الجرايد أو بيعمل إعلانات في الجرائد أو محطات الراديو أو التلفزيونات، صار كل إيه وين على السوشيال ميديا. إذا بتلاحظوا مثلا الموبايل تكنولوجي، زمان كانت مهمة جدا التليفونات في البيت، واللي عنده تليفون وعنده حاجة هذه حاجة كبيرة. الآن ما حدش، يمكن زمان كان في حاجة في البيوت بنحطها نسميها answering machine. لو أنا مش في البيت وحد اتصل في البيت، خصوصا هذا للناس العزبية الشباب اللي عايشين برا بدرسوا زي هيك، كنا نحط نشغل هذا لما نيجي نروح على البيت بنشوف مين اتصل فينا، بتسجل المكالمات وكل واحد بيسجل رسالة. الآن في وجود الموبايل تليفونز هذه صارت التغت. فأنت بتطلع على الحاجات اللي إيش اللي هي بتلغي أو بتغير الأمور. دي materialization comes for free in the form of an apps on a smartphone. يعني بطل عندي في حاجات بطلت أنا بدي أملكها فيزيكلي، صارت مثلا ملهاش قيمة، زي ما حكينا الكاميرات، الميوزك بلاير، بنتكلم عن نافيجيشن سيستم، زمان كان بده بوصلة وبده يحدد، هذا صارت في حدود الماضي لأنه إيش عندك أبليكيشن بيحدد بيعطيك كل هذه. Demonization, money is taken out of the equation as technology becomes cheaper and cheaper. أي حاجة لقيناها القيمة السوق تبعها، يعني هنا طلعنا على dematerialization، إيش عملت؟ عملت الحاجة مجانا application. الآن demonetization، الفلوس صارت برا الإكويجن لأن التكنولوجيا كل ما فيها بترخص. يعني لما تيجي تطلع على حاجات مثلا زمان لما كنا نطلع على سمارت فونز الحديث، الأسعار كانت فيش حاجة أرخص من $1,000. الآن بتلاحظ كل واحد بيشتري جوال بالحدود الإمكانيات اللي بده إياها، بده 100 200 شيكل 1000 شيكل، لساته ب 4000 6000 شيكل بلاقي، بس مش ضروري هو بده إياها. ديموكراتيزيشن الديموكراسي هي من جاية ديموكراتيزيشن، إيش يعني access become available to anyone. يعني صارت في ديمقراطية في إيش، إنه الكل صار عنده القدرة على الوصول لنفس المعلومة أو نفس المنتج في هذا المجال. طبعا الآن لما نيجي everything can be invented has been invented، بعض المقولات المشهورة عالميا. الآن تشارلز إتش دول هذا كوميشنر في يو اس اوفيس اوف باتنت، هذا مكتب تسجيل الاختراعات في 1899، ايش اللي حكى؟ everything that can be invented has been invented، يعني كل اللي كان ممكن يخترع تم اختراعه. شوف الدنيا كيف تغيرت فيها. ايش الحاجات التانية؟ توماس جي واتسون هذا تشيرمان اوف ذا بورد اوف اي بي ام في 1948، ايش حكى تبع اي بي ام؟ اي ثينك ذير از ا وورلد ماركت فور اباوت 5 كمبيوترز، يعني بقول لك في سوق في العالم بس لخمسه كمبيوترات. ف
فشوف كيف تغير. يعني بيل جيتس في 81 ايش حكى؟ 640K ought to be enough for anybody. لما تتكلم انت على الميموري 640 كيلو بايت هذه كبيرة. يعني بتذكر فيها انا يمكن في الخمسة في 87 كان عندي جهاز كمبيوتر اللي كانت الميموري اللي فيه 256K وبعتبره كبير. فالدنيا اختلفت. There is no reason for any individual to have a computer in his home. هذا كين أولسن President of Digital Equipment Corporation في 77. يعني الآن تطلع هاي مش بس الكمبيوتر صار. انت بتتكلم على اللابتوبس، بتتكلم على السمارت فون، صارت هذه جزء من الحياة الطبيعية. بتتكلم على التابلتس، العالم تغير. It would appear that we have reached the limits of what it is possible to achieve with computer technology. Although one should be careful with such statement as they tend to sound pretty silly in 5 years. هذا جون فان نيومان اللي هو هذا تبع الكمبيوترات الناس. يعني الكلمة الأخيرة كويسة كتير، لأنه بقول لك في 5 سنوات الكلام اللي بتحكيه بصير بلا معنى. فهو يعني زي أضحوكة. فأنت ما تتكلمش على عالم الديجيتال أو عالم التكنولوجي وتقول فيه لها حدود. إيش حدودها في هذا المجال؟ Thank you for your attention. احنا غطينا الوحدة كاملة. المرة الجاية بنروح للوحدة الثانية في هذا المجال. بس قبلها يمكن على اساس انه في بعض منكم يعني ما كانش شاف في اشكاليات في حكاية كيف بدي برمج، حفرجيكم ايش الشغلات كيف احنا نشتغل على الار بروجرام في جزئية يمكن أبو 10 دقائق ربع ساعة إن شاء الله. يعطيكم العافية.